عباقرة العائلات ومباراة مهمة جدا في دور ال 32، وهفكركم بالنتيجة. عائلة جلال 40-5 عائلة خلف. ودلوقتي مع الفقرة التانية، فقرة المعرفة. المعرفة. المعرفة 4 أسئلة، 1-1، معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. وأول 2 معايا مارفل، تفضل يا مارفل. مدام هدى، تفضل يا مدام هدى. وهنشوف أول سؤال في المعلومات العامة لمين. مش محتاجين ورقة وقلم، محتاجين نخطف الـ10 نقط وندوس على البازر. مارفل عايزة تطلع مهندسة معمارية. حلو قوي إن الواحد يبقى صغير وكمان عارف وعايز يعمل إيه. اشمعنى معمارية؟ انا بحب الرسم وبحب الالوان وكده، فشايفاها بحب الرسم والالوان. بترسمي ايه؟ اي صوره في الكرتون على الفيسبوك، على اي حاجه تعجبني اخد ارسمها. جميل جدا. جاهزه؟ ان شاء الله. ايدينا على البازر، معلومات عامه، والسؤال هو: ما هي اعلى دوله في العالم انتاجا للسيارات حتى عام 2018؟ ألمانيا. إجابة خاطئة. مين أكتر دولة في العالم بتنتج عربيات؟ أمريكا. إجابة خاطئة. أكتر دولة بتنتج عربيات الصين. تفضل. دلوقتي الأستاذ أيمن والبشمهندس ياسر، ماتش كورة تاني ده، روح رياضية تمام جدا. وسؤال في الرياضة، ادينا على البازر وطمنوا انتوا الاتنين. السؤال مش في الكورة. اكيد طبعا. انا متأكد. سؤال مش في الكورة، رياضة. والسؤال هو: كم مرة فازت نور الشربيني بالمركز الاول ببطولة العالم للسكواش حتى عام 2019؟ ثلاثة. إجابة صحيحة. تفضل. فعلاً 3 مرات البطلة المصرية نور الشربيني، ولازم كلنا نحيي البطلة المصرية نور الشربيني، مشرفانا قدام العالم كله. فيبي وكريم، كريم وفيبي، ازيك يا كريم؟ الحمد لله. باش مهندس، النهاردة معانا مهندسين كتار جداً. مهندس مدني عايز يبني عمارات، عايز تبني إيه؟ مصانع ولا عمارات ولا؟ عمارات. عايز تبني عمارات. لما بتعدي قدام عمارة كده بتقعد تتفرج على شكلها؟ في عمارات بيعجبك شكلها وتبقى حاسس انها معمولة حلو؟ تمام. سؤال في التكنولوجيا، والسؤال هو: في أي ولاية أمريكية يقع المقر الرئيسي لموقع التواصل الاجتماعي وتطبيق بنترست؟ كاليفورنيا. بهرتني يا كريم. كاليفورنيا إجابة صحيحة. كاليفورنيا الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا كريم، عجبني هدوءك جدا، يعني حاجة جميلة جدا. 10 نقط وكده النتيجة 60. عائلة جلال 5، عائلة خلف. وعائلة خلف عندنا مشكلة، الماتش بيقرب، محتاجين نركز وناخد شوية نقط. ازيك يا يوسف؟ الحمد لله تمام. جاهز؟ جاهز إن شاء الله. قدرات ذهنية. والسؤال هو: حل المسألة الآتية، 400 على 4 في 40 على 4 يساوي كام؟ يا إجابتك 1000. 1000 إجابة صحيحة. برافو عليك يا يوسف، 1000 الإجابة الصحيحة. يوسف خطف البزر وكده النتيجة 70. عائلة جلال 5، عائلة خلف. ودلوقتي مع الفقرة التالتة، فقرة الفنون. الفنون. الفنون 4 أسئلة، سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. 4 أسئلة بـ40 نقطة، ليكم انتوا الـ8، وبتعتمد على السرعة. وأول حاجة نبتدي بيها هي السينما والمسرح. والسؤال هو: من قام بدور أحمد حسنين باشا في مسلسل ليالي الحلمية؟ أحمد حسنين باشا
فات 9 ثواني. مدام هدى، احمد مظهر. احمد مظهر، يوسف مش موافق. مش موافق ليه يا يوسف؟ لا هو انا ما عنديش اجابه معينه، بس متهيأليش ان احمد الاستاذ احمد مظهر هو اللي كان عمله. بس اعتقد ان مامتك ادرى بالليالي الحلوه. ادرى يا رب. اجابه صحيحه، فعلا احمد مظهر ابهرتيني يا مدام هدى. ابهرتني شخصيا بصراحه. طب مين اللي كتب ليالي الحلميه؟ اسامه انور وكاشه. ومين اللي اخرج ليالي الحلميه؟ اسماعيل عبد الحفظ. صح، ثلاث اجابات صح. 10 نقط والنتيجه 80. عائله جلال 5، عائله خلف. وعائله خلف متهيألي التوتر مأثر على ادائكم. السؤال الثاني اغاني موسيقى، والسؤال هو من هو المطرب المصري الراحل ملحن أغنية شد الحزام؟ مدام هدى. سيد درويش. سيد درويش، إجابة صحيحة. سيد درويش فعلا هي الإجابة الصحيحة. 10 نقط وبكده النتيجة 90. عائلة جلال 5، عائلة خلف. ومحتاجين العشرين نقطة دول. لوحات ومعالم، والسؤال هو اللوحة هي للفنان العربي الشهير مصطفى الحلاج، فما هي جنسيته؟ أستاذ أيمن. سوري. سوري. مصطفى الحلاج للأسف الشديد من سوري. إجابة خاطئة. مين اللي هيجاوب؟ تونسي. تونسي. مصطفى الحلاج تونسي؟ صح ان شاء الله. مدام هدى، اجابه خاطئه. الاجابه الصحيحه فلسطيني. وطبعا اول ما بنقول فلسطين بنحيي شعب فلسطين العظيم. السؤال الأخير ده سؤال مش صعب، محتاج شوية تركيز وهناخد العشر نقط. سرعة البديهة، والسؤال هو ما اسم الدولة التي تقع في أمريكا الوسطى وتنتهي بحرف الر؟ يوسف. إكوادور. إجابة خاطئة. في إجابة؟ عندك إجابة فيه؟ مفيش حاجة بحرف الر. الإجابة الصحيحة السلفادور. فاصل وهنرجع لكم مرة تانية مع فقرة ضربات الجزاء، وآخر فقرة فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده عائلة مصر جمعت 50 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب 500 جنيه بما يساوي 25,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 47,500 جنيه في خزنة البنك الأهلي المصري لدعم المشروعات الصغيرة لأهل مصر.